جاء الرئيس معمر القذافي شخصيا بنفسه الى بغداد هاي بها السنه 69 69 للافراج عن البزه، قال لنا ناخذه بكفاله بكفالتنا، يعني جاي ده يتوسط للبزاز، قال له اخذه بطيارتي، قال له تروح واكراما لك ندبز الطياره خاصه. هو ركب الطياره القذافي ذولا جروه علقوه، هذا واحد منهم. اندرا غاندي نفسها جتي ايضا بال 69 هو كله بال 69 كله بال 69 عبد الناصر بعث مندوب عنه مرتين ما داروا له بال ولا عبد كمال جنبراط بنفسه جاي الى بغداد. الملك الحسن الثاني بنفسه يخابر يتصل يطلب منهم. منو بعد؟ من الاتحاد السوفيتي مثلا. سجيبك اخر واحد حاط لك اياه. بعد منه ياسر عرفات اخرين، بس الاقوى وحده هي شو اسمه مال عبد الناصر. عبد الناصر ورا ما دز وما جاء ابو هاو السعوديه. ملك فيصل السعوديه بعث الامير سلطان اللي صار وزير دفاع. وزير دفاع توفى الله يرحمه، وايضا الامير سلطان. اخر شيء عبد الناصر اتصل بالسوفيت، اتفقوا على انه السوفيت يدزون ممثل عند الدوله السوفيتيه يضغطون شخصا. لا اقول له طلب يعني تدري الاتحاد السوفيتي بالنسبه للعراق يعني هذا ضغط مو واسطه. اي ضغط، وايضا ما توصلوا النتيجه يعني ما توصلوا النتيجه. يعني بس هو المهم هاي كلها، لا هاي المأساة مو مشكله. مشكلته هو اولاده، هاي المصيبه الطامه الكبرى بالنسبه له. كان ليش شنو شبيهم اولاده؟ اولاده اول عائله يكتشفون بها ما يسمى سكنا بينا الكوليسترول التشحم.